من فقه الابتلاء ان نعيش تحقيق عباده التوكل على الله اما ان التوكل على الله من اجل عبادات القلوب والله يقول وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين مقام التوكل عظيم عجيب عند الله وهو القائل سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه عندما يعلق الامر على الايمان يقول فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ويكون الوعد الكفايه من رب الارباب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبك بهذا دلاله على شرف هذه العباده وجلاله قدرها التي جعلها الله عز وجل مستقره في قلوب اهل الايمان